أهلا بكم. أهابت سفارة دولة الكويت لدى واشنطن بجميع المواطنين والطلبة الكويتيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية الشرقية أخذ الحيطة والحذر من إعصار خواكين المحتمل وصوله نهاية الأسبوع الجاري، ودعت في بيان لها جميع المواطنين والطلبة إلى الالتزام والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، مؤكدة أنها والمكتب الثقافي على تواصل دائم مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة. وشدد البيان على أهمية اختار السفارة أو المكتب الثقافي والتواصل معهما على الفور بشأن أي طارئ أو مشكلة قد يتعرض لها المواطنين هناك، وذلك من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.